السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم، نستهل يومنا الثاني بكلمة من سعادة هدى الخميس كانو، مؤسس مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون، والمؤسس والمدير الفني لمهرجان أبو ظبي، فلتتفضل مشكورة. صباح الخير. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، أحييكم بتحية العربية في يومها. السلام عليكم. بالأمس انطلقت احتفالية أيام العربية تحت شعار اللغة العربية لغة الشعر والفنون، واستمعنا بكل تقدير وامتنان إلى كلمة سعادة الدكتور علي بن تميم ومداخلات أهل الفكر والثقافة والفنون وعشاق اللغة بمحاور أساسية استراتيجية من لحن الحروف العربية والشعر العربي والفنون وتحديات التلقي وآفاق الترجمة إلى شعرية اللغة وفنية القصيدة، سعياً لبحث التحديات التي تواجهها لغتنا واستشراف مستقبلها. أقف أمامكم لا لكوني كاتبة أو أديبة، بل لكوني ابنة هذه اللغة، أمسها ويومها وغدها، ولي من لغتي قثارة أتناولها فأستخرج منها أغنية تحلم بها روحي. جبران خليل جبران. مع ما تتفرد به لغتنا من إعجاز وقدسية وجمال، أتوقف عند أمر آخر، وهو قدرتها على توحيدنا بتنوعنا وتعددنا واختلاف لهجاتنا، توحدنا كأمة عربية من 456 مليون ب22 دولة، وما يقارب المليارين مسلم في 57 دولة إسلامية. تقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على لغتنا وهويتنا في زمن متسارع وتقنيات متغيرة، وأن نكون الأمناء على تحقيق أهداف ثلاث: تعليم العربية بحداثة جاذبة ومحتوى آخذ، ونشرها وترجمتها إلى اللغات العالمية الحية وترسيخ مكانتها العالمية لغير الناطقين بها. وفي ظل ريادة الإمارات لصناعة نهضة العربية، شهدنا مبادرات طموحة وحراكاً وإنجازات من جائزة الشيخ زايد للكتاب وشهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية سمة، وتقرير حالة اللغة العربية وقيمتها، ومجمع اللغة العربية في الشارقة، إلى مؤخراً إلى محرك البحث باللغة العربية الإمارات الهوية جيس. لكن ما زال أمامنا الكثير من العمل في التعليم بأسلوب حديث ومعاصر، بروائع وكنوز العربية نعلق قلوب أبنائنا بها
من جديد ونعيد حلة الفخر لها. وفي نشر اللغة العربية وترجمتها من خلال حفظ حقوق مؤلفين أولاً وملكياتهم الفكرية ودعم التفرغ الأدبي ثانياً ودائماً وأبداً، دعم التفرغ الأدبي والإقامات الإبداعية كمسؤولية وطنية للمؤسسات والأفراد، لا نعتمد على الحكومات فقط، لنا دور المؤسسات والأفراد بالدعم المادي والمعنوي والعمل على الأرض يداً بيد، وذلك كله طبعاً تعزيزاً للاقتصاد الإبداعي. وقد كان لنا شرف في المساهمة في دعم النشر والكتاب والناشرين كمحركاً أساسياً لنهضة المعارف واستثماراً في المواهب والقدرات لبناء الحضارة. سئلت ما العائد الذي تجنونه من دعمكم للنشر؟ قلت لهم أن خدمة الكاتب ونشر الكتاب لا تقدران بثمن، فلا تسألوني على العائد. وفي ترسيخ مكانة اللغة العربية لغير الناطقين بها، أوليس قدر الإمارات أن تحمل رسالة العربية إلى العالم في المسرح والسينما والموسيقى والحروفية والتشكيل والخط؟ أوليس من حق لغتنا علينا أن يكون لها أكاديميتها العالمية، أن يكون لها أكاديميتها العالمية إسوة بالأكاديمية الفرنسية والمجلس الثقافي البريطاني ومعهد جوتي وغيرها الكثير. في الشعار الذي يعليه ملتقانا اللغة العربية لغة الشعر والفنون، تحضرني مقولة الفيلسوف الألماني هيدغر: اللغة مسكن الوجود، في حماها يسكن الإنسان، والمفكرون والشعراء هم الذين يصنون هذا الحمى. بترنيمة أم وحكاية جدة ووصية أب، ومع العربية كلمة الحق والخلود، أعلي رسالة الأمل وأختم. هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل، نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل، نربي الأمل. عندما تختفي الطائرات تطير الحمامات بيضاء بيضاء، تغسل خد السماء بأجنحة حرة تستعيد البهاء والماء. في السحب اللانهائية الشكل فيما تبقى لنا من سماء، وأشياء أخرى مؤجلة الذكريات تدل على أن هذا الصباح قوي بهي وأن ضيوف على الأبدية.
شكرا سعادة هذا الخميس كانوا على هذه الكلمة المؤثرة والقوية لمست قلوبنا. ونبدأ معكم أولى فعاليات اليوم الثاني من أيام العربية مع مؤسسي بيت العود في العالم العربي الفنان القدير نصير شمة. بعمل جديد أقدمه لأول مرة عنوانه حروف. Thank you.
مقامات عربية وبحور الشعر يلتقيان في البناء وفي الشخصية وفي الهوية المهمة لكل مقام ولكل بحر. هذا العمل اللي أقدمه الآن مبني على فكرة هوية المقامات العربية وأهميتها وعمقها التاريخي. بعض المقامات يرجع إلى أكثر من 1200 عام، وتستخدم معظم هاي المقامات في العلاج، وتستخدم في حتى شكل من أشكال الاسترخاء لغاية البنج أثناء العمليات الجراحية اللي كان الكندي يعملها. لذلك اليوم بمناسبة أيام اللغة العربية بدينا نفتح أقواس في ذاكرتنا وفي أرواحنا على أهمية ما نملك وفداحة ما نخسر. نحن نخسر باضمحلال لغتنا العربية للغات لصالح لغات أخرى، وبفلوسنا حقيقة بفلوسنا كثير فلوس نصرف على أن لغتنا العربية تتلاشى. نصرف على أحسن الكليات وأحسن المدارس العالمية وما نصرف على هويتنا العربية. لذلك اليوم هذا جرس انذار أيام العربية هو جرس لتنبيه الجميع على خطورة وفداحة خسارة لغتنا اللي هي شخصيتنا. يقال من يهن يسهل الهوان عليه. نحن أعطينا فرصة لأن نستهين بهذه اللغة وأن تهون علينا لغتنا وثقافتنا ومقاماتنا وكذلك هويتنا ولباسنا، وكل شيء أصبح مستورد، كل شيء أصبح غريب علينا. لذلك صرنا نتشابه، ما عاد هناك اختلافات بين الناس بما يملكوا من إرث ومن ثقافة ومن تراث. هذا العمل اللي انقدم الآن هو لأحد أهم المقامات العربية، اللي هو الفارابي يسميه المقام الأول، مقام الرست. Thank you.
2000 ذهبنا إلى الأندلس في غرناطة، كان الاحتفاء بالثقافة العربية بنهايات القرن العشرين، وكان حشد كبير من المفكرين والشعراء والشخصيات الثقافية والأدبية، وكنا في مكان اللي قتل فيه غارسيا لوركا. عام 2000 ألفت هذا العمل، وغارسيا أراد أن يكون جسر بين ثقافات وبين الإنسانية وبين رفع الطبقية من المجتمعات، وقدم تجربة غنية جداً في حرية الشعر، حرية الفكر، وطريقة الوقوف بصلابة على الموقف. لذلك كان شرف أن ألف عليه عمل باسمه عنوانه غارسيا لوركا.
Thank you.
أختم بحوار المتنبي والسياد. هذا العمل قدمته سنة 86 في بغداد في افتتاح مهرجان المربط. أيامها كنت طالب وكنت وما زلت مهووس بهذه التجربتين العظيمة، المتنبي والسياد. Thank you.